أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة التغيير، أحييكم وأنا أطل عليكم وبرنامج من بغداد. اليوم راح تكون ساعتين كلها مع مجموعة من المشاكل ومجموعة من القضايا التي الناس تحاول أن تطرحها، ونحاول أيضا نحن أن نطرحها على المسؤولين، عسى أن نجد حلولا لهذه الشرائح ولهذه الطبقات. ولأن أنا من طبعي تعودت أنه ما أهمل شيء، حتى البعض أنه زعل علي والبعض حكي غير حكي، لكنه أخوان كل شيء يعني يأتي في وقته يكون أفضل. وهذا البرنامج اليوم يخصص عن كورونا فقط، يعني اليوم لا سياسة. فبالبداية راح نأخذ مجموعة من المشاكل والقضايا، ونحاول أن نتصل بأصحاب القرار لنجد حلول لهم. بالبداية يا مشاهدي الكرام، أريد أقول لأهلنا ولناسنا ولشعبنا أنه إحنا الآن في أخطر مرحلة من مراحل الحرب مع كورونا. اللي أرجو من عندكم وأتوسل إليكم أنه هاي الأسبوعين هي مرحلة الحضانة الأولى كما يقول أصحاب الاختصاص والأطباء لفيروس كورونا. الآن ندخل بالشوط الأخير، علينا أن نعتصم في بيوتنا وأن نضغط على أنفسنا قدر المستطاع. الأخ لا يروح على أخوه، التزاور، الجيران، الأقارب، المناسبات. الآن يعني الآن نقول حجر بمعنى الحجر الحقيقي، حتى نفوت الفرصة على هذا الوباء أن لا ينتقل وأن لا تتضاعف الإصابات. وهاي كلمة خليها على الله ويا معود شكو بطلوها، خلي كل احنا نبطلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعو إلى النظام ويدعو إلى التنظيم. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، هذا الوباء عدو الله وعدونا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم، وأن تختبر النفوس في المحنة، وأنا قلتها ربك قالها وخلقنا الإنسان في كبد. نحن في مرحلة جدا مهمة، نحتاج أن نستمع لبعضنا. ولذلك في قناة التغيير خلينا هذا البرنامج واحة نسولف بيها وما نشعر بيها، ونجيب أصحاب الاختصاص، لأننا الآن يجب أن نتوحد من أجل أهلنا ومن أجل ناسنا ومن أجل شعبنا. إذا كان من تحية وتقدير وإجلال وعرفان يجب أن يقدم في هذه المرحلة، فهو يقدم إلى الأطباء والعاملين في حقل الصحة، من البواب إلى السائق إلى الطبيب إلى المدير إلى كلهم، لأنهم هم الجيوش الحقيقيون الآن في الخط الأول لحمايتنا وحماية أهلنا وشعبنا. ننحني لهم ونقدر جهودهم ونبارك لهم هذه الروحية الكبيرة والعالية التي يتحلون بها في هذا الظرف العصيب. كورونا قضية الكل الآن يبحث عنها، ولكن مشاهدينا الكرام اليوم أريد أبدي بكلام بليغ للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كتب في نهج البلاغة. هذا الكلام مشاهدي الكرام من 1400 سنة، هذا إجا في كتاب عظائم الدهور لأبو علي الدبيزي ب565. راح تستمعون كيف قال الإمام علي عن هذا، استمعوا. يقول الإمام علي: عندما تحين العشرون قرون وقرون وقرون يجتاح الدنيا كورون من فعل البشر الضالون، فيميت كبارهم ويستحي صغارهم، يخشاه الأقوياء
ولا يتعافى منه الضعفاء، يفتك بساكني القصور ولا يسلم منه ولاة الأمور، يتطاير بينهم كالكرات ويلتهم الحلقوم والرئات، لا تنفع معه حجامة ويفترس من أماط لثامة، يصيب السفن ومن فيها وتخلو السحب من راكبيها، تتوقف فيه المصانع ولا يجدون له من رادع، مبدؤه من خفاش الصين وتستقبله الروم بالأنين، وتخلو الأماكن من روادها وتستعين الأقوام بأجنادها، يضج منه روم الطليان ولا يشعر من جاورهم بأمان، يستهينون بأول اجتياحه وييأس طبهم من كفاحه، يتناقلون بينهم أخباره ويكتشفون بلا نفع أسراره، يخشاه الأخيار والفساق ويدفنون ضحاياه في الأعماق، لا تتعطل فيه الصلوات وتكثر فيه الدعوات، وتصدق الناس ما يشاع وتشتري كل ما يباع، ممالك الأرض منه في خسارة تعجز عن محاربته وانحساره، في زمان قل الصدق في التعامل وشح الإحسان في المقابل، ثم تنكشف الغمة عن الأمة، بالرجوع إلى الله تأتي التتمة، وتستنير الضرائر المستهمة بالتضرع إلى الله والصلاة على الأنبياء والأمة. سلام الله عليك يا أبو الحسن، وعلى هذا العلم والسر المستودع فيك، وكيف لا وأنت سيد الوصيين وأبلغ بلغاء عصرك. كنت أقرأ هذه الكلمات وجسدي يرتجف، ونحن اليوم في هذا الزمن المخيف المدمر، ولكن يبشرنا إمامنا العظيم علي ابن أبي طالب أن هذه الغمة ستفرج عن هذه الأمة، ولكن على الذين فقدوا إنسانيتهم أن يسترشدوا بالإنسانية وبالإيمان بالله وبالكتب والرسل، وأن تكون هنالك ضمائر حية متوقظة متوثبة مؤمنة أن الإنسان هو أغلى شيء في الأرض، ويتوب عن سرقاتهم وعن جشعهم وعن مطامعهم، ويكفي ما تمر به الإنسانية اليوم حتى هذه اللحظات، لحظات الموت، اللحظات التي لا نعرف بأي لحظة ممكن أن نصاب أو يصاب لنا عزيز، أو تهلك عوائل بأسرها. ما زال هنالك جشع، وما زال هنالك طمع، وما زال هناك فقدان للضمير والتجرد من الإنسانية، كلا يريد أن ينهش الآخر ويحيله إلى دمار وموت، والكل في هذه اللحظات أن تتحمل المسؤولية التاريخية أمام شعوبها، وأن تصدر قوانين وتعليمات ضد كل الذين يحاولون ركوب هذه الموجة والجشع والمتاجرة. اليوم مشاهدينا الكرام، يعني المتصلين، خلوني أكمل مجموعة من الفيديوهات وبعدين عندنا ساعتين نقدر نسولف بمشاكلكم. واحد من الفيديوهات اليوم عملية استغلال المواد الغذائية، ولكم الله أكبر، لا نعرف بأية ثانية قد نموت، وبعدكم تدورون هذا الغلاء وهذا الجشع، والحكومة بدل ما تكون راعية لهذا
الحكومة تسوي هالشكل، تعمل بهذا. إذا بهذا الفيديو راح تشوفونه الآن، على الدنيا السلام، على الدنيا السلام. الحكومة تأخذ رشاوي بالسيارات المخضر مليون ومليون ونص حتى تعبر المواد الغذائية. شباب اعطوني هذا الفيديو واتصلوا لي بالسيد يحيى رسول بوزارة الدفاع رسمي للعمليات المشتركة، خلونا نسولفنا على هذا الضيم. اعطوني الفيديو يا شباب. علوه الرشيد، شلونك حبيبي؟ شلونك قلبي؟ شلون اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلونك؟ ما سولف لنا سالفه المخضر اليوم شنو؟ اليوم دياله ساديها من كل المنافذ، الحسينيه ساديها، سلطه الشعب والحسينيه ساديها. على كل سياره يدون مليون ومليون ونص قاموا يطلبون. لا والله خاوات، والله ياخذون من عند الدوله. اي دوله تاخذ من عندنا خاوات؟ شلون؟ ياخذون عندكم تصريح؟ اي حجي ماكو تصريح، ماكو تصريح. ماكو هسه كيلو الطماطم صعد، هسه صار ب 1000 ونص، وبعد شوي يصير ب 2000، وبعد يعني بالاسعد والبصل صعد والنو محامض والبرتقال والبرتقال والفواكه والدنيا، بس الباقي اللي رخيصه بالعلوه بس. والخس هاش حكي؟ هسه الطماطه بيش؟ اي طماطه بيش هسه؟ هسه اليوم صارت ب 1000 ونص. ب 1000 ونص؟ اي هاي ب 1000 ونص هنا بالعلوه. اي بالعلوه قطعه عموله يصير ب 2000. ب 2000. البصل بيش اليوم؟ البصل اليوم ساعه صاير ب 1000 ونص، ب 1000 وربع. هاش حكي؟ الليمون؟ الليمون يوم صعد بثلاثة باثنين ونص. الليمون ترى مو العراقي، المستورد. ما مين عراقي؟ عندنا شجرتين عندنا بالعراق، شجرتين عندنا بالعراق. شو الغدي 35 مليون عندنا؟ زين هسه الغديهم هو مناعة عود الليمون هسه. المستورد هسه يدخل لنا لو ما يدخل؟ قاعد يدخل بس السيطرات ما تخلي. يدخل المستورد؟ يدخل بس السيطرات ما تخلي، منافذ الحدودية قاعد تخلي. خلف الله على كردستان قاعد يخلون. لا والله والله العظيم، ويحجون عليهم بس خلف الله عليهم هسه فاتحين المنافذ مالتهم. لو مو كردستان اللي يشتري كيل الطماطم ب 10000. هم العراقيين ايش عندهم؟ بس اهل الزبير عندهم ويلزمون وليك اليومين. بس عندهم قاموا يبيعوا ب 17000. يتحكم بالسوق منو؟ الفلاح لو صاحب الثيب لو منو؟ لا لا يتحكم السيطره تتحكم به والمنافذ. هذا حقيقه في علوه الرشيد. اذا الامور ظلت بهذا المنحنى وبهذا الاتجاه، دولة سيطرات تأخذ خاوة مثل ما كانت سيطرة الصفرة، شلون كانت تأخذ خاوات، وشلون الولد كل واحد حاط له مكتب وحاط العلم مالته وحاط الراية والسلبون بالناس. معقولة؟ هذا المفروض العقوبات هذه تصل للإعدام. درون ليش؟ لأن هذا خبز الناس، هذا خبز العالم، وذولا اللي دا ياخذون ترى رشاوي ذولا ما دا ياخذوها بس لانه ما جايهم امر، لا من ضابط كبير ولا من مسؤول كبير ولا من تنظيم كبير، لا ترى شركاء، ترى شركاء. سمعتوا يقول سيارة مليون ومليون ونص. شباب شوفوا لي اللي يعني استاذ يحيى رسول، احنا متفقين ان تكون ويانا، انا ما اعرف شنو ظروفك، لأنه يجب أن نتذاكر معكم في هاي القضية. هسا احنا قلنا الناس القاعدة، ثلث الشعب العراقي بطال عطال وتحت خط الفقر، وثلث آخر عاطل عن العمل. زين إذا الدولة تسوي هاي الإجراءات، السيطرات تسلب بسيارات للطب للمواد الغذائية، هاي الناس منين تعيش؟ يعني شلون؟ على قولت أبو المثل، حامية حرامية تنباق الناس بهذا الشكل، نحارب الناس في خبزتها. هسه دولة ما قدرنا نسوي، حكومة ما قدر بناء مؤسسة نقدر نسوي، هسه ظلت على خبزة الناس بوقت الموت. شباب شفتوا لي العميد يحيى؟ استاذ يحيى جاوبنا فدوى لعيونك، حتى انتقل الى يعني فقرة اخرى. اعطوني اتصالات شباب بين ما يجهز السيد يحيى رسول، انطوني اتصالات شبابنا. مشاهدينا الكرام، يعني انا في هذه الحلقه راح يكون وياي اكثر من مسؤول واكثر من ضيف، لكن وتدرون انتم الظروف اللي نمر بها هنا واللي يمر بها البلد هناك، يعني حضر التجوال مرات ما يقدر يجينا الى الاستوديو وما يقدر يطلع، واحنا نقدر ضروره الالتزام بحضر التجوال. وحتى انتم مشاهدي الكرام، يعني هاي التليفونات المعروضة أمامكم، أستقبل شكاويكم وأستقبل رسائلكم واستفساراتكم، وأنا أتمنى
أن نتحدث في قضية محددة هي قضية الأزمة الحالية. وين كانت مشاكل الناس، يعني مشاكل ما نقدر نتجاوزها، لكن أيضا أنا نوهت في الحلقات السابقة على قضية المتقاعدين الذي أجبروا على التقاعد قسرا. ذولا شريحة واسعة جدا وصار لهم 4-5 أشهر إلى الآن موضوعهم ما محسوب. في أي مكان من الأرض ووفق أي أنظمة ووفق أي قوانين اطلع متقاعد؟ المتقاعد بيسمونه ميت قاعد. زين هو وصل للستين أو للخمسة وستين وخدمته 30 و35 و25، زين ومن يطلع 4 أشهر ما يأكل، وجوز برقبته يتامى، يجوز برقبته عائلة، يجوز عنده مرض مزمن، يجوز عنده سكر، واحد منكم يقول لنا شلون يعيش؟ الآن دعني أرحب بالعميد الأستاذ يحيى رسول المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة. حيا الله سيادة العميد. مساء الخير عليك أستاذ نجم وعلى مشاهديكم الكرام. أنا أشكرك، ما أعرف أنت شفت على الجو أو ما شفت، إحنا الآن عرضنا فيديو لأحد الباعة في علوة الرشيد. هذا الرجل يقول إحنا الآن في بغداد جاي نتعرض إلى التسليب من السيطرات، سيارة المخضر ما تمر إذا مو مليون ونص، وهذا اللي خلانا نزيد الطماطة ونزيد المخضر ونزيد الليمون ونزيد هذا. سيادة العميد شلون ينحل؟ يعني أستاذ نجم تعرف إحنا القطاعات العسكرية منشغلين بواجبات عديدة، تمام، وتعرف إحنا الآن في وضع يعني وضع خطر خاصة بريد نحد من انتشار وباء فيروس كورونا، تمام. أعتقد يعني الإخوان في قيادة عمليات بغداد مشكورين، يعني هذا الفيديو وصل لنا وتم الاطلاع عليه، وأيضا اليوم أي حقيقة المشكور السيد معالي وزير الداخلية ترأس اجتماع مهم في وزارة الداخلية، تمام، وشكلت أيضا لجان في موضوع متابعة هذه المواضيع. كذلك الأخوان، إخواننا في الجهاز الأمن الوطني حقيقة ما يقصرون بخصوص هذا الموضوع. احنا ما نقبل انه ممكن انه بهذا الظرف وبهذه الوضعية انه تصرف من فرد او ضغط على المزارع او على اي مواطن بهذه الطريقة، واعتقد انه الكل متابع هذا الموضوع، وان شاء الله نوصل الى نتائج والوصول الى من يقوم بهذا العمل اللي بإساءة للجميع. أنا أيضا من خلالك أتمنى من السيد قائد عمليات بغداد والسيد وزير الداخلية المحترمين أنه باكر يأخذون القنوات الفضائية وياهم ومع الأخوة المزارعين ومع أصحاب المحلات في العلوة الرشيد حتى يحكوا لهم المعاناة. سيادة العميد قل لي أختو، الله يعينكم، يعني أنتوا أبطال حقيقيين ومجربين. الآن المعركة أمامكم معركة من طراز خاص مع عدو هلامي، الآن كيف تديرون اليوم معركة من هذا النوع؟ العمليات المشتركة ما هي الخطوات أو الفعاليات التي تقوم بها في داخل بغداد والعراق؟ سيد نجم طبعا ما يخفي عليك ولا يخفي على الشعب العراقي، احنا الآن جاذع عدو خفي، عدو غير معلوم، وهو وباء فيروس كورونا. نعم، لهذا اتخذت عدة إجراءات بتوجيه قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة وأيضا من خلال السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش ومعاون العمليات. أخذنا إجراءات عديدة من ضمنها أنه عززنا المناطق التي تتواجد فيها قوات شرطة بقطاعات من الجيش لغرض فرض الحظر الصحي والوقائي. طبعا بالمناسبة المواطن لابد أنه يفرق أنه هذا حظر هو وقائي صحي وهو ليس أمني أو عقوبة للمواطن. حقيقة الداعم الأول لهذه القوات التي هي متواجدة في الشارع هو المواطن. إذا لم يلتزم المواطن بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها كوادر وزارة الصحة مشكورة، حقيقة راح يعني ممكن أنه الله يقولها إذا ما التزمنا راح نكون يعني. أستاذ يحيى أكو ملاحظة أود أن أنشط ذاكرتك بها، أنت أفهم مني بالعمليات العسكرية. الآن اللي دا يصير بالعراق، أنا قلت في بداية المقدمة إحنا عندنا أصعب 14 يوم الآن.
اللي دا يصير اللي دا يصير الآن هو الحظر على الشوارع العامة. المشكلة بالتجمعات بالفرعيات، لماذا لا تسيرون دوريات راجلة أو دوريات مسيرة في داخل الأفرع لمنع الاختلاط؟ يا أستاذ نجم، أنا حكيت لك بالبداية يعني لابد أنه هنا هو يبقى دور المواطن. اليوم معركتنا معركة صعبة، تمام؟ يعني خلال علاقتي ويا الأخوان الأطباء في وزارة الصحة، أي أنه اليوم يعني من إلى تاريخ 15/4 هذه الفترة هي الفترة الحرجة جدا. لهذا إحنا دا نبذل قصارى جهودنا، يعني قوات الجيش، الشرطة، الأجهزة الأمنية، المرور، الإطفاء، حتى إحنا قطعات جيش يعني مقسمين. أولا الحدود والصحاري والجبال وعملياتنا النوعية والاستباقية مستمرة. تعرف أنه في خلايا داعش لا زالت تابع هذا الموضوع. نعم تابع هذا الموضوع. النقطة الثانية، إحنا الآن موجودين بالشارع ويا الإخوان في موضوع أن الحظر الوقائي والصحي. طيب أيضا ككوادر وزارة الدفاع، مديرية الأمور الطبية، مديرية الصنف الكيميائي، يوميا حملات تعفير في كل محافظات العراق بعجلات الجيش، بموارد الجيش، نعفر هذه المناطق. وأيضا سوينا كمديرية إعلام، بعثنا رسائل صوتية وسيرنا مكبرات صوت داخل المناطق لحث المواطن على الالتزام. اليوم المهمة هي مهمة المواطن أول شيء، شعور المسؤولية. أيضا حقيقة لابد من خلال شاشتكم الكريمة أن أتقدم بشكر إلى جهتين رئيسيتين حقيقة. الجهة الأولى واللي هم أعتبرهم خط الدفاع الأول الآن هم أبطال وزارة الداخلية وكوادر وزارة الصحة. تمام. فكل التحية والاحترام لكل إخواننا من أطباء وممرضين ومسعفين وعجلات إسعاف. الصحة حقيقة تبذل جهد كبير جدا. أيضا أنا أشكر حقيقة كل وسائل الإعلام يعني ومن ضمنهم قناتكم وكل القنوات اللي الآن تدعم بحملات توعية للمواطنين. لهذا إحنا كأيد واحدة ما صفق إذا ما اجتمعنا كليتنا. والله نتمنى منك سيادة العميد الآن تكون رقابة شديدة ومشددة على السيطرات، والسيطرات اللي تقوم بهذا من خلال هذا الفيديو راح تكتشفون بلاوي. لأنه اليوم أهلكم إذا زادت عليهم الأسعار وهم قاعدين بلا شغل وعمل، إذا ما كتلك جوع، إذا ما كتلك كورونا كتلك جوع. وهذا صحيح. أنا وياك وأتفق وياك بهذا الموضوع بكل أمانة. أنا راح يعني أتصل ويا سيد قائد عمليات بغداد ويا كل الأخوان، وقلت لك يعني سيد قائد عمليات بغداد، السيد وزير الداخلية، الأخوان في الجهاز الأمن الوطني، وراح تشوفون أكو نتائج خلال هذه الأيام. أي واحد يحاول يتلاعب بقوت المواطن، بقوت أبناء شعبنا، ما نسمح له، ولازم نحيل القضاء وينال الجزاء العادل. ويا ريت الآن السيد قائد عمليات بغداد يتصل علينا متفضلا أنه الآن حتى نقدر نخلص من هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع الآن يحتاج لمتابعة. سيادة العميد في سؤال أخير، الآن أبطالنا بالقوات المسلحة بهذا المرض الخطير، يعني أكيد هنالك يعني وحدات قريبين من بعضهم، شلون تتم حالات الوقاية، المعقمات، العلاج، منع الاختلاط، شلون تسيطرون على موضوع من هذا النوع؟ أولا أستاذ نجم، تعرف المؤسسة العسكرية مبنية على النظام وعلى الترتيب والنظافة، وهناك متابعة دقيقة من أعلى المستويات من السيد وزير الدفاع، سيد رئيس أركان الجيش، تمام، معاوني العمليات، كل قادة العمليات. احنا اتخذنا عدة اجراءات وقائية. اولا حملات تعفير مستمرة من مقر وزارة الدفاع ولكل قيادات الاسلحة والتشكيلات والعمليات، تمام، وايضا على مستوى الافواج. فيما يخص المجازين، ايضا بعد ما يلتحق المجاز من الاجازة ما يدخل يلتحق قبل الوحدة، لا، يتم اول شيء استقباله وفحصه وتبدأ عملية التعفير، وبعد ذلك يلا يعني يدخل الى الوحدة مالته. اكو نظام، اكو التزام، اكو طرق توعويه. ايضا كمديريه الاعلام احنا هناك يعني حقيقه بوسترات توعيه وارشادات ومحاضرات. وايضا مشكوره حقيقه مديريه الامور الطبيه في وزاره الدفاع ومديريه الصف الكيميائي على مستوى ووتيره واحده. يوميا هناك حملات تعفير ومتابعه دقيقه واشراف دقيق بخصوص هذا الموضوع، ولحد الان الحمد لله لم تكن لدينا اي اصابه بهذا الفيروس. ربي يسلمكم ويسلم جيشنا البطل، ونتمنى لشعبنا السلامه. الاخ العزيز السيد العميد
يحيى رسول. شكرا جزيلا استاذ يحيى. شكرا سيادة. شكرا جزيلا استاذ نجم. شكرا جزيلا. انا هذا المواضيع احنا انا حريص على ان اتابعها، ومنتجيني فيديوهات من هذا النوع اتحقق من عدها، لانه الان لازم نتكاتف مع شعبنا. ايضا السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية، هاي اكثر من مرة انا سولفت بقضية المتقاعدين ورواتب المتقاعدين، وصارت قضية رأي عام. ارجوك الاتصال حتى لو على الهواء، انت تعرف رقم تليفوني ورقم تليفوني موجود يم الشباب، ارجوك ان ترد عليه وترد على الناس ايش وقت راح تطون فلوس المتقاعدين، لان المتقاعدين الان قضية وقضية كبيرة. هذا واحد. القضية الاخرى، احنا ما جايين نطلع بالتلفزيون حتى نلبس النقاط ورباط ونمشط ونقعد يشوفونا العالم، لا، احنا اصحاب قضايا، لما نطرح القضايا على السادة المسؤولين عليهم ان يجاوبون، ولما يجاوبون يجاوبون الناس ويجاوبون اهلهم. تحدثنا في قضية السجناء ونحن لسنا اصحاب قرار، وانا التليفوني للصبح ما يسكت من الرسائل ومن الاتصالات. السادة المسؤولين في وزارة الداخلية المسؤولين على هذا الملف، ايضا اقول لكم جاوبونا، شنو اجراءاتكم؟ شنو اللي راح تسوونه؟ العالم كله اتخذ اجراءات، ليش احنا ساكتين لحد الان؟ نحن لا نتدخل في عملكم ولا نملي عليكم حاشا لله، لكن نريد اجابات لأسئلة الناس. هاي قضية. الان شباب اذا عندكم اتصالات، تأخرت على حتى ارجع الى موضوع المتقاعدين في قضية صلاح الدين، وتهيلوا الاخ مدير صحة صلاح الدين حتى اسولف فيها. بابل الاخ محمود، حيا الله الاخ محمود. حياك الله. السلام عليكم. حياك الله اخ محمود، اهلا وسهلا. استاذ العزيز. نعم. احنا مجموعة سلة من ابناء العراق الصحوات بشمال بابل. اي انقطع يمكن الاتصال. من العمارة غسان، اهلا وسهلا اخ غسان. الو، اهلا وسهلا، شلون غسان؟ الله يسعدكم. السلام عليكم شباب. عليكم السلام، حياك الله. انت عجو. هلا استاذ دكتور نجم، الله يسعدك، شلون صحتك؟ هلا 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 اخوي غسان، حياك الله. بشرني شلون العمارة؟ ابو حيدر من العمارة. ابو حيدر غسان، ابو حيدر من العمارة. هلا حياك الله ابو حيدر، شلون وضعكم بالعمارة؟ الله يعزك. والله الحمد لله زين، ما سالمين، انتم موجودين، احنا بخير ان شاء الله. شلون انتشار المرض؟ الالتزام بالحجر؟ دكتور اريد اشكي لك هالقصص هاي، مو بس انا يعني، احنا هواي شرطه معادين للخدمه، وهاي صار لنا 4 أشهر ونص بدون رواتب، وتعرف عوائل وايجارات. شرطه معادين للخدمه؟ اي والله معادين احنا للخدمه. اي من 13/11/2019 ولحد الان ما زين. متراجعون الامر 2020؟ متراجعون الامر، شو يقول لكم؟ والله قال راجع، يا والله قالوا شهر يجي شهر يجي، والموازنه ماكو، ما اعرف شنو، احنا اصحاب عوائل تعرف انت بالشارع احنا. انت على الداخليه؟ ايوه الداخليه. اعطينا عنوانك ووحدتك. حتى الان السيد وزير الداخليه قياده شرطه محافظه ميسان، اي حمايه مديريه حمايه منشات ميسان، مديريه حمايه منشات ميسان. سيد وزير الداخلية، أنا أشكرك أبو حيدر. يعني هاي أنا خلصت من طلبة المتقاعدين ذول الشرطة. أكيد سيادة الوزير سيدنا، مو أنت سيد وياسري وجدك محمد، ذول من رجعتوهم وصار لأربعة أشهر. زين هاي هم معاملة متقاعد؟ ما عندكم تخصيص؟ ما عندكم فلوس؟ زين هذا 4 أشهر لابس بسطالة من الصبح للليل، ويدق ويرجع المرته والفروخه، كل شيء ما عنده. شقل له؟ قال له وزير الماليه ما عنده فلوس، الحكومه مفلسه. زين ذولا مديريه حمايه منشات ميسان، انا ما اعرف ايش قد عددهم، لكن اخوان قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق. واليوم الظرف استثنائي، واليوم الظرف صعب،
هما من عندك؟ من دبي الأخ عبد الصمد. حيا الله عبد الصمد أخ عزيز. السلام عليكم. حياك الله أستاذ نجم. أستاذ أنا أريد أختصر لأنه أخواني هواي راح يتصلون جنابة. نعم. أنا بس عندي مقترح بسيط إلى دولتنا وإلى أخواننا وإلى قواتنا المسلحة وإلى خلية الأزمة. التريلا اللي دا تنقل الخضرة أو دا تنقل المياه أو دا تنقل العصير هي سائقها واحد فقط، شخص واحد فقط. أي. وهذا لما ينتقل بين المحافظات ما راح يتأذى مثل ما انتقال الناس اليوم في كل دول العالم. الحجر هو الحجر للمواطنين في بيوتهم، لكن مو حجر عن تنقل البضائع وتنقل المياه. صحيح. احنا بعد اسبوع او اسبوعين راح يعاني من مشكله كبيره. نعم. انا امامك صاحب شركه مياه في بغداد، اقصد هذه الشركه حاله حال شركات الاستصدار والمصانع الاخرى. اللي اقوله عني واللي اقترحه على خليه الازمه هو انه التريلات المتنقله بين المحافظات او سيارات نقل المياه او سيارات نقل العصائر، سيارات نقل الاغذيه، المفروض هي بها سقف واحد. نعم. يسمح لها بالمبر السيطرات بين المناطق، لانه هذه بعد فتره احنا راح ندخل في مجاعه استاذ نجم. والله انا اشكرك هذا المقترح، والسيد رئيس خليه الازمه المحترم فعلا انتوا ليش تسدون المعامل؟ نعمل مال معجون ونعمل مال المي والمعامل الاخرى والانتاجيه، خلوها تشتغل بكوادر محدوده. يعني اذا مي ماكو باكر المعجون ماكو وخبز ماكو تتوقف الحياه. يعني اسمح لعدد محدود ان يروح للمعمل ويقدر يشتغل، لانه منين نجيب؟ يعني شلون يعني ست المخضر مطلوب وبقيه المواد الاخرى مطلوبه. فاللي ارجو ان تتم دراسه هذا الموضوع بشكل هم نحافظ على الناس وهم نقدر نحافظ على مواتها الغذائيه. ابو سجاد من كربلاء، حيا الله ابو سجاد. ابو سجاد تفضل. من النجف ابو محمد، ساك الله بالخير ابو محمد. السلام عليكم دكتور. حياك الله ابو محمد، اهلا وسهلا. شلونك عيني دكتور؟ الله يخليك. من خلالك اذا حي وزاره الدفاع والداخليه والبلديات والجهاز الصحي باكمله. والله يستاهلون. ابلوا بلاء حسن. يستاهلون ابو محمد. خطيه يعني ما جايك فيه راحه. اثنين، هسه قبل شوي اتصل بيك ولد ابن العماره يقول اني معاد للخدمه. اي. يقول انا معاد للخدمه ولي سما ماخذ راتب. أنا كنت بالحسابات بالجيش سابقا. هذا بإمكان يشوفوا لهم سلفة يستلف، يعني وزارة الدفاع، حسابات وزارة الدفاع تأخذ سلفة لحين ما تقرر الميزانية. أنت بيش هذا من الشهر 11 تيسابة لراتب، هذا شلون يقدر يقاوم؟ يعني شلون يعني بس إلفتي أنت من شهر 11 يوسع من هو يسالف دائن يا محمد، هذا بلا راتب، شلون راح يؤدي واجبه بصوره صحيحه؟ هو يفكر شلون يعني ما جابتين شنو من الداعي؟ ليش هذا الانهيار اللي ما تقول لي شنو معنى؟ ليش هذا الانهيار الان؟ انت عندك حسابات الحسابات ما تدفع، تقدم سلفه. العفو استاذ نجيم، تقدم سلفه من الماليه الحين ما تقر حصتك من الموازنه وتجي الساعه رجعها الماليه. انت ما يصير ذول كم واحد مثل هذا؟ كم واحد مثل هذا؟ هوايه ما شفنا له صيح النهار كله يا اخوي، ما شفنا له صيح نصيح النهار كله. ما ادري يعني ما ادري شلون جاي يشتغلون شغل ما جبتهم. انا اشكرك ابو محمد. ابو سجاد جانا من كربلاء، حيا الله ابو سجاد. السلام عليكم استاذ. هلا 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 ابو سجاد. احنا نطرق الى مبدا العفو، مبدا التكافل الاجتماعي. احنا عندنا بكربلاء اسمه معاي مبادئ التكافل الاجتماعي موجود، بس هذا ما يكفي استاذ نجم، ما يكفي هذا. الحكومه وينها؟ نعم. وين الحكومة؟ الحكومة وينها؟ وين شغل الحكومة؟ زين. احنا المواكب الحسنية ذات تطير والعتبات ذات تطير والميسورين ذات. والله يا أبو سجاد، الحكومة وينها؟ شغل الحكومة أبو وين؟ أبو سجاد أنا أقول لك شغلة وأنت أخوي، اعتمدوا على أنفسكم. شو تسوون؟ كل منطقة بمنطقتها، الناس الخيرة تجمع بيناتها فلوس وتصدقوا إلى فقراءكم. وأنا قلتها تحت جنح الليل، طباطات على خيارات على بوتيتات على بصلات على خبزات على ميات بالليل. هات خويه ترى ما حد يعطيكم. شباب اعطوني الفيديو مالت الكوت، شوف هاي طلابة العائلة، هاي
اللي مصابة بكورونا والمتوفي بكورونا وذول الولد يردون يطلعون، وحصلوا لي أيضا دكتور سعدون الإمارة، سعدون الأمير من معاون مدير صحة واسط، اطلعوا لي بالفيديو يا شباب وحصلوا لي صحة واسط، خلي سولف وياهم شنو طرقعت هاي الوادم. شوفوا مشاهدي الكرام، بدون استثناء اليوم وفاة والدي اليوم من يوم 14 واليوم ايش قد بالشهر اليوم 27 صار لنا 14 يوم محجورين، واحنا من يوم 9 ويا والدي ويقولون انتم مصابين بمرض الكورونا. اليوم وصلت حده اليوم اندار باكر انتحار، اليوم اندار باكر انتحار، راح تنتحر العائله بكملها، وبات احمل المسؤوليه المراجع العظام واحمل العالم الاسلامي كافه على معاملتهم سيئه. وباكر انزل عمليه الانتحار. شو سوى هذا ابو العربان البسكوت؟ انا باكر اسوي العائله كلها اسويها، كافي ظلم وكافي بهتان. احنا بحاله جيده الان، كليتنا ملامسين من يوم 9 الى هذا اليوم، كافي محجونا بعلمي، حاجونا بطبي. المحافظ يصرح يقول اذا صار وباء بناحيه شيخ سعد احمل العائله مسؤوليتها قانونيا وحشائريا، وخاصه بيت مشاي احمل. على اي اساس انا اتحمل مسؤوليه؟ شوف الوباء موجود بكل اسمه، على اساس يحمل المسؤوليه؟ انا الان بحضانه اللي شو اسمه المرض، صار لي من يوم 9 لهذا اليوم ما صار بي شيء، من يوم 9/3 لهذا يومك. فارجو من العالم اليوم انذار باكر انتحار، والسلام عليكم. مشاهدي الكرام، هذا الفيديو كان في شبكات التواصل الاجتماعي، يبدو لي هذه العائلة هي مصورة نفسها، وكان عتهم مصاب، اعتقد المصاب توفى وصار بهذا. هاي الحالة بالكوت. خليني اروح الى محافظة واسط والدكتور سعدون الامير. حيا الله ابن العم. حياك الله استاذ نجم، الله يحفظك الله يسلمك. هلا دكتور، شلون اخويا؟ عليكم السلام ورحمة الله، الله يسلمك، شلونك انت؟ ان شاء الله ربي يحفظك. احنا اثار اهتمامنا هاي قضية العائلة البلكوت، هذول اللي مصابين عندهم مصاب وهم ملامسين والان يهددون بالانتحار، وانه الان هم من 9/3 لحد الان، ذول العائلة تم التحرك عليهم، شنو موضوعهم؟ هل بيهم مصابين او محجورين ببيتهم؟ محجورين بالمستشفى؟ تفضل دكتور. نعم استاذ نجم، احنا في محاضرة واسط بالحقيقة ظهرت عندنا لحد الان حالات موجبة، هي عدد 10 حالات موجبة، قسم منها في شمال المحافظة والصويرة، وقسم منها في ناحية شيخ سعد، وناحية في قضاء الحي واحدة، وفي مركز المحافظة واحدة. حتى الان بس 10 اللي سد لحد الان فقط 10 حالات موجبه، والحالات الاشتباه هي حوالي 350 حاله ارسلت والنتائج ظهرت كلها سالبه. في ناحيه شيخ سعد بالحقيقه اللي صار انه العائله اخواننا الكرام الله يرحم السيد مشاي توفى بسبب هذا المرض، وهو يعاني من امراض يعني صراحه كثيره، واحنا كل مشاعرنا وتعزياتنا لهذه العائله الكريمه. وبالحقيقه هم ظهرت الحاله كانت رده فعل صعبه عندهم، ووالدتهم مصابه الادويه، نعم. وكذلك عندهم احد الاخوان من الساده هو سيد حيدر كذلك مصاب، ولا زالوا يرقدون داخل مستشفى الزهراء التعليميين على الحالات الموجبه سيد حيدر والوالده، والسيد الله يرحمه توفى مع الاسف خسرنا. اللي صار شنو كاجراءات يعني خلينا نقول طبيه وتحفظات احترازيا كاجراءات صحيه وقائيه، لازم كل حالة موجبة لها ناس ملامسين اللي هم داخل عائلة أرسلوا يزوروا، فإحنا ابتئينا طبعا أنه يكون الحجر داخل مكان قضية هاي العائلة. دكتور قضية هاي العائلة شنو المفروض أستاذ نجيم؟ المفروض يدخلون مكان مستشفى يعني حتى يقل اختلافهم مع الناس الآخرين،
والتعليمات تقول انه هذا انه احنا ما نسحب من الحالات الملامسه الا اذا كان لديه اعراض، هم بالحقيقه ليست لديهم اعراض، فاحنا تجاوبا مع الحاله النفسيه وتعاطفنا معهم صار الاجراء انه تنزلا لجنابهم والجانب النفسي. طلعت الفرق الصحيه طبعا كامله في ناحيه الشيخ سعد، وتم غلق ناحيه الشيخ سعد بالكامل. هم بقوا ببيتهم 14 يوم بالحقيقه، مو بس هم باقين ببيتهم، هم حاله خاصه مصابين، كل الناس هسه هي باقيه ببيتها. انا دكتور سعدون الوحيد انا اطلع من بيتي لان انا بسبب التزامي بالعمل، وباقي العائله هم كلهم داخل البيت. الان العائله هذه ما عتها كورونا، امورها زينه. هو اللي صار هم الحمد لله اعراضهم انتهت مده ال 14 يوم، وبقى الان ما يسري على ناحيه الشيخ سعد بالكامل يسري عليهم. يعني يسري على جميع الناس يعني بالعراق وجميع المحافظات هو يسري عليهم، لكن الحجر انتهى مده ال 14. دكتور سعدون اريد استغل الوقت وياك الان في محافظه واسط، المناطق الحدوديه مع ايران كيف يتم التعامل معها؟ بدره، جصان، وتعرف ايران اصبحت بوره لهذا المرض. نعم شفتوا من الاصابات المناطق المناطق المحاذيه استاذ نجم، نحمد الله ونشكره شكرا كثيرا انه احنا محافظتنا طبعا خلاف المتوقع، حتى منظمه الصحه العالميه قالت بالعراق خلاف المتوقع. لحد الان نحن 10 اصابات موجبه فقط سبحان الله. انت محافظه البصره ظهرت فيها حالات النجف بغداد، حسب ما تعرف حضرتك على الواقع حالات وصلت 540 حاله موجبه بالعراق. احنا في محافظه واخذ كل الاجراءات اللي تتم الاحترازيه في كافه الاقضيه والنواحي. احنا عندنا مشكله في محافظه واسط وجود المنفذ الحدودي، وتم غلق المنفذ نهائيا ومتابعه الحالات الوافدين جميعا داخل وتم متابعتهم من خلال القطاعات والمراكز الصحيه اللي منتشره داخل المحافظه ومتابعتهم. اهم شيء هو قياس درجة الحرارة، إذا ارتفع درجة حرارة المريض يمكن متابعة وقياس درجة الحرارة له ونقله. وهناك فرق طبية عبارة عن إسعافات ورقم يعني للاتصال اللي هو 122، وكذلك رقمي تليفوني ورقم سيد المدير العام والصحة العامة للاتصال بهم. وثبت إجراءات يعني الحالات المشتبه بها، احنا كانت عندنا إجراءات احترازية أكثر. بالحقيقة احنا واصلين إرسال يمكن أكثر من 100 حالة مشتبه بها، بينما محافظه كبيره مثل ما مستشفياتكم شلونها اخويا؟ لم ترسل الا حالتين. مستشفياتكم شلونها؟ عندكم اجهزه؟ عندكم دواء؟ بالحقيقه احنا استاذ نجم احنا في الواقع الصحي الموجود واقع بلدان كبيره لم تسيطر. بالحقيقه في محافظه واسط يمكن سوينا الحمد لله شيء استثنائي. احنا اول شيء نحس المواطنين هو يجب عدم الاختلاط وعدم الخروج البيت، لان الساحه الكره الان في ساحه المجتمع، يجب ان نمنع التلامس والاختلاط في المتجمعات البشريه، هاي نقطه. النقطه الثانيه الاستعدادات الموجوده، اهم شيء هي الاجهزه التنفسيه. انت كمستشفيات موجوده والعلاج موجود، بس النقطه الحرجه في الموضوع هم كبار السن اللي يحتاجون عندكم اجهزه. ايش قد عندكم اجهزه بالكود كلها؟ والله العظيم بشكل استثنائي تم التوجه الى كملنا يعني حتى لحد الان 20 جهاز، وممكن نكمل 40 جهاز عنايه تنفسيه. ايش قد تعداد الكود؟ اريد الفت انتباهك الى مساله مهمه جدا استاذ نجم. الحد 2013 لا يوجد اي جهاز عنايه تنفسيه في محافظه واسط. الحمد لله لحد الان هسه اللي شغال راح يكون 40 وممكن اكثر. وبالعراق قبل 2003، هل تعلم ان العراق بكامله قبل 2003 فقط 11 جهاز عنايه متنفسيه على مستوى العراق؟ السبب في ذلك انه اجهزه العنايه التنفسيه، اريد اوضح هاي النقطه، هو مرتبط بعدد اطباء التخدير، لان اطباء التخدير هم من يعملون على اجهزه العنايه التنفسيه. بما انه انا اشكرك دكتور وهو وقتي ضيق يعني أنا يعني أستاذ نجم احنا سعيدين ونتمنى الصحة والسلامة للشعب العراقي ولك وكل الناس الطيبين. وأنا أتمنى لكم وهلا بهلكم وهلكوت خوش زلم.
بيكم البركه بخدمتكم خدمتكم بخدمه الشعب وخدمه العراق ان شاء الله. بيكم بيكم السلام ان شاء بيكم الله لجميع ابناء العالم ومنهم الوطن العربي بصوره خاصه. يا رب يحفظكم ويسلمكم. يعني مشاهدينا الكرام، احنا من يجي الان يتحدث الرجل، يعني انا ما اعرف ايش قد تعداد الكوت، لكن 40 جهاز مو تشوفونها يعني راد لها اعاده نظر، مو تشوفوها يراد لها يعني هذا البلد العراق مستشفيات بها 40، هالساعتهم 20 واحتمال يصيرن 20. هاي قضية. القضية الثانية اخوان عوائلنا، يعني انتوا لا تتضجرون، انتوا اعتبروا الان واحد سجين خمس نجوم، سجن خمس نجوم، تدفئة وتبريد ومكان نظيف وتخوم وثلاث واجبات أكل وفواكه، ها، ومحكوم بالإعدام، محكوم بالإعدام، ويقول لك أني أفرج عنك من الإعدام إذا التزمت 14 يوم. بشرفكم ياهل ما يقبل، ياهل ما يقبل بينا، كل إحنا نقبل، كل إحنا نقبل مقابل هذا. من عدة اتصال شباب؟ حيا الله أبو زهراء من الموصل، احنا عدنا روح القائد عمليات. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه حبيبي. انا ما احب اخذ من وقتك لانه امر هواي يردون يتصلون بحضرتك. امر امر ابو زهراء، انا احيي بك الروح الوطنيه وقبلها الانسانيه وروح الوعي اللي تملكها. ربي يسلمك ابو زهراء. عندنا حديث للنبي عليه السلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلمة رعيته بغض النظر عن دينه عن مذهبه قوميته عشيرته. يا ابن الحلال أنا ما أحب أضيع الوقت وياك، لأنه أعرف أكو عشرات مئات تتمنى أنه بس تسمع صوتها لحضرتك. الله يسلمك ويسلمهم، لأنه أنت نقي نقي نقي. أتمنى أنه أنا في يوم، ورقمي موجود راح يصل يم أولادي، أنا رجل عمري 61 سنة، بعدك شباب عمري أستاذ، الناس كلها تعرفني ورجل متقاعد. عندي بس شغلة واحدة حتى لا أضيع وقتك حبيبي الغالي، احنا اليوم كل الكون يعاني من كورونا، وحضرتك بديت الموضوع بحديث الإمامنا وإمام الهدى الإمام علي عليه السلام. حبيبي الغالي، سجناء الأبرياء أعتقد آن الأوان أنه نرأف بحالهم، كافي إنسان بريء ما عنده شيء يطلع، بآن الأوان أنه الناس هذه تطلع من السجون. أقلها اعتبروها بمناسبة كورونا. الإنسان اللي تثبت عليه جريمة أو جريرة يتحمل مسؤوليتها، لكن الأبرياء لويش باقين؟ هذا اللي أرد صوتي أنا حكيتها، وكل لا هذه كل حلقة أنا أحكيها، وقلنا لهم أخوان هذا ضروري قضية السجناء. أيضا من بغداد أبو أحمد، الله بالخير أبو أحمد، ساكم الله بالخير ابو احمد، حياك الله ابو احمد. اجم عندي في الموضوع بعمان، اي عندي طالبة، اي بعمان تدرس، وصار بي هذا المرض. نعم صار بي هذا المرض، وصار 15 يوم. اي مدى نقدر على التكاليف شلون دزيت له مذكر وادوية مدى يطونها مستشفى عمان؟ ليش يطالبون بتكاليف هنا؟ ايه يطالبون بتكاليف وحتى تكليف. شلون ابو ايه صار ابو احمد؟ صار. زين انتوا عندكم اتصال بيها الان؟ ايه صار دي. نعم احكي ابو احمد، احكي من التليفون لا تفتح سبيكر، خلينا اركز وياك. خلينا اركز وياك حتى الان. الطالبه ايش تدرس هي؟ تدرس صيدله. الان صار الان هي بيا مستشفى بعمان، مستشفى عمان الاهليه. زين هي راحت المستشفى عمان الاهليه لو الدوله نقلتها المستشفى عمان الاهليه؟ اي مستشفى عمان الاهليه. صار بهذا المرض صار تقريبا 10 ايام، حولت له ميديكاب يقولوا يريدون مبالغ كلش مال الادويه، وظليت بحارب. الله يوفق استاذ نجم. والله يا اخوي احنا الناشد السفاره العراقيه
انت ايه؟ ارجع للشباب اكتب لي تفاصيل بالرساله او ايه؟ اخذ هسه من الكنترول شباب انطول ايه؟ ابو احمد تليفوني حتى نتصل ايه؟ بالسيد السفير شوف شلون يقدر يعاونكم. ايه؟ انت من وين؟ من بغداد. اخذ تليفوني من بغداد. الشباب بالكنترول صار. اي وشكرا ابو احمد، شكرا لك. الشباب بالكنترول هم يفهمونك اخوان. انا تحدثت قبل اكثر من يومين مع احمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية عن الاصابات العراقيين اللي بالخارج وعن وضع العراقيين اللي بالخارج، اللي رايح سياحة خلص فلوسه واللي رايح زيارة خلص فلوسه، واليوم من الصير عندنا اصابات من هذا النوع نتمنى من الاخوة السفراء في الدول متابعتها. وايضا الان هذه المناشدة الى الاخ سيد سفير العراق في عمان، اليوم اكو عراقيين مصابين، يعني اليوم انا اطلعت انه اكو حالتين وعدنا 10 حالات سابقة اعتقد او 6. مطالبة السادة في السفارة العراقية متابعة هؤلاء وتوفير ما يمكن توفيره لهم. يعني هسه فوق ما قلت لك جرك السبع الشوك، فاللي رجاء نتمنى مخلصين. هسه خلينا نخلي خلافاتنا خلال هاي الفترة، خلي تولي خلافاتنا خلال هاي الفترة. الآن كل مسؤول يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه، السفير، الطبيب، الرئيس، وهسه احنا بعدنا ندورنا على رئيس جدلي، بلكي الله وأهل البيت يجينا رئيس جدلي وتمشي الأمور. خلونا ناخذ فاصل شباب وأرجع لكم بعد الفاصل وتواصل وياكم اتصالاتكم. وأيضا عندي قضيتين بعد في صلاح الدين، قضية المفصولين وعندي قضية مع السيد قائد عمليات نينوى، وأعود إليكم من جديد. فاصل وأعود. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. احاول انه الان بقت عندي من المواضيع المهمه هي موضوع قضيه الجنود اللي ينزلون مجازين لاهلهم. وردتني شكاوي عديده واتصالات من عدد من الجنود في محافظه نينوى. القضيه انه هذا الجندي من يكمل اجازته يدير يرجع المحافظه وقائد العمليات عنده تعليمات من الوزاره، يعني ممنوع الدخول والخروج. زين هذا الجندي ما داوم وحتى تغيبه وبالاخير ينفصل والقيادات الامنيه ما تسمح له يطب، اذا شنو الحل؟ يعني هذا وين 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 يروح؟ احنا ما نتعارض مع القانون، والقانون اللي تقدر الجهات المختصه هو بالتاكيد لمصلحه الناس، لكن وضع هاي الناس بهذا الشكل وحتى ما تدري بيه وهو مداوم بس ما يقدر يطب، والمسؤولين وقيادة العمليات ما تقدر تخالف التعليمات، إذن الوزارة لازم تقول شيء. أنا كنت أتمنى أن أتحدث مع مسؤولين في داخل محافظة نينوى ولكن ما قدرت أحصل أحد، فراح أضطر أرجع مرة أخرى إلى السيد عميد يحيى رسول حتى يقول لنا شنو الموضوع. شباب ناخذ اتصالات بينما تجينا الاتصالات. أنا أتمنى الآن من السيد السفير العراقي في عمان، والشباب الآن حصلوا لي السفير العراقي في عمان، خلوني أسولف وياه عن وضع العراقيين المرضى اللي هنا والعراقيين اللي ما عندهم الآن، يعني ما عندهم مصرف المرضى. هسه خلينا نشوف المرضى شلون قضيتهم. سيد السفير إذا يسمعنا نتمنى أن يتصل علينا أو إحنا نحاول نأمن اتصال أو المسؤول بالسفارة، لأن الآن عندنا حالات العراقيين أريدكم تهتمون بها. من صلاح الدين الأخ محمد، حيا الله محمد. شكرا على برنامجك الجريء. حقيقة نحن 4000 موظف من صحة صلاح الدين
حجبة رواتبنا منذ شهر الواحد ولحد الآن بحجة عدم مصادقة وزارة المالية علينا. يعني ما الآن احنا قاعدين بآجارات قسم منا ما عاد يقدر يشتري قوطة حليب لأطفاله. انتو تعينتوا من 2017 وفي من المناشد مجلس وزراء. محمد انا اجتني يمكن من عندكم فد 200-300 رسالة. انتو تعينتوا من 2017 على دائرة صلاح الدين صحة صلاح الدين. نعم. اتعينتوا ملاك عقد؟ تعيننا تعيين رسمي امر اداري، عندنا هويات، عندنا ماستر كارد، جتنا علاوات. يعني اللي يخدم تعرف بالدوله سنه سنتين كل سنه تجي علاوه، جتنا علاوات اثنين او ثلاثه. شباب حصلوا لي استاذ رائد ابو صلاح الدين، اي حصلوا لي اي. نعم اخ محمد انا انتوا اخذتوا رواتب واخذتوا علاوات 2017 و2018 و2019. نعم اخذنا علاوات اضافه الى انه جانا كتاب بعد سنه من تحت التجربه الموظف العراقي حسب قانون الوظيفه الصادر سنه 69 المعدل لاحقا. يعني بعد سنه الموظف تحت التجربه وراه يصبح موظف له كامل الحقوق وما يفصل الا بعليات. ايش بلغكم مدير الصحه الان؟ شو يقول لكم؟ يقول السيد الدكتور رائد يقول ان نصعب موضوعكم الماليه الا الصادق. زين احنا اشهر ولا انا صادق الماليه اخوي على مرض كيرون. صادق صادق على اليمن كانتوا غير ساكنين 3 سنين تاخذون رواتب. احنا يقول انه بعد وزاره الماليه ما مصادقه عليكم. زين كل هالفتره هذا احنا 4 سنوات نستلم راتب وناس منا اجرت، ناس منا دخلت سلفات او جمعيات. بس بس يعني بس افتهم الصادق على شنو؟ على التعيين؟ على ملاك ملاكنا. نعم هسه ما صادق على ملاككم. زين هسه ما صادقت على الملاك حتى انتو اذا كنتوا نظام عقود وصار لكم 3 سنوات وبهاي الظروف فمو من حقه بالصحه ولا الدوله تطردك. العفو اخ نجم احنا مو عقود، احنا موظفين. اقول لك فيما اذا كل انه موظفين فيما اذا عندكم كتاب التثبيت. نعم. على الملاك عندنا كتاب امر اداري وامر مباشره وامر محافظ وكتاب تثبيت على الملاك. امر وزاري من وزاره الصحه. امر من وزاره الصحه انتوا على الملاك. احنا تعيننا من كان بوقت هالقانون يبيح يخول المحافظ التعيين على الحذف والاستحداث سنه 2016 تعيننا امر اداري صادر من المحافظ. المحافظ شكل اخر والوزاره شكل اخر. انتوا مو على ملاك. نعم. المحافظه انتوا على ملاك الوزاره. اذا المحافظ معينكم هذا موضوع ثاني، بس اذا الوزاره معينتكم موضوع اخر. هل القانون يسمح للمحافظ بتعيينكم؟ نعم القانون يستند الامر الاداري الصادر من المحافظ يقول حسب الامر اللي صادر من وزاره الصحه انه المحافظ يحق له يعين على الحذف والاستحداث. الامر رايح على مدير عام الصحه. مدير عام الصحه صدر لنا امر بالتعيين والمباشره. هسه انا الصوره صارت واضحه عندي، اكو خلل بين المحافظ وبين الصحه. اذا حصلوني مدير عام دار الصحه خلينا اشوف علاوه من الناصريه وارجع على صحه صلاح الدين. اهلا وسهلا استاذ علي من الناصريه، حيا الله للناصريه. السلام عليكم استاذنا العزيز. حيا الله الابطال. والنعم من ابو الغيره استاذ نجم الله يعزه. يسلمك اخ علي. تفضل. الله ينور وجهك بالدنيا والاخره. ربي يسلمك ويحفظك. قول ابو حسين. استاذ نجم عندي مشكله. احنا خدم عمري 60 سنة وخدمت 35 سنة. اي ما استلم 25 دينار. شلون ليش؟ ليش؟ من 2010 كانوا ينطونا كل شهرين استاذ. احنا اللي كانوا ينطونا كبد دفعات كل شهرين 250 بال 2010. انت وين كنت تداوم؟ 250 انت وين كنت تداوم؟ او قطعوها. وين تداوم كنت؟ كنت بالقوة الجوية وبعدين بالقوة الجوية كنت وبعدين حالوني على التومين والنفس. ايه ها؟ نعم استاذ.
ايه قاعدة الرشيد ايه بالكلية القوة الجوية كل الوحدات مسترها زين. من طلعت تقاعد انت من 2010 قطعة وقالوا امر ديوان ما عندكم مو بس انا احكي لك عن الاف ايه انت ما رجعك للجيش السادي ايه انت ذولا اللي عندهم نقص في مستمسكاتهم عن 2001 تقريبا بالشؤون العسكرية. والله يا اخوي انا حكيت هذا الامور مع السيد مدير التقاعد وقال للمعاملات كملن والمعاملات خلصن وبعد شو كملن جانا كورونا وبعد ماكو هسه والله ما يعني انا يمكن قطع الاتصال باخ علي. استاذ احمد السعدي مدير التقاعد ارجوك يعني ولو انتم تقدمون خدمات عامه وهذا من حق الناس لكن شو نسوي يعني ارجوك حاول ان تفض هاي الموضوعات. انا وياك حكينا ببرامج متعدده انه هاي القضيه سوف تحسم قضيه المتقاعدين. هسه نريد من عندك جواب الله يستر على عرضك قل لنا الناس شلون تاخذ تقاعدها. وشباب شوفوا لي عندكم اتصال. اهلا وسهلا سجاد حسنوا الاخ يحيى رسول يا ولد سجاد اهلا وسهلا. نعم سجاد الو سجاد ايه فقضايا الناس يجب ان تتم مراعاتها ويجب ان تحترم. ما يصير احنا كل شيء لازم نذبه على وسائل الاعلام لا بس. شباب حصلتوا الاستاذ رائد؟ استاذ رائد السلام عليكم. الو شلونك استاذ رائد؟ عليكم السلام. طبعا مشاهدي الكرام معنا الاستاذ رائد مدير عام صحه حياك الله صلاح الدين حياك الله وميت هلا استاذ رائد. انا انقل لك شكوى صار ثلاث اربع ايام يمكن اجتني فدت 300-400 رساله. الاخوه ال 4000 موظف اللي بصحه صلاح الدين اللي تم الآن إنهاء خدماتهم بعد خدمة من عام 2017 إلى قبل أشهر تمت إنهاء خدماتهم. أستاذ رائد تسمعني؟ ألو أنا أسمعك أستاذ رائد واضح. عليكم السلام. أستاذ تسمعني الآن أستاذ رائد؟ حياك الله. أستاذ رائد أنا أنقل لك شكاوى موظفين في صحة صلاح الدين تسمعني الآن واضح؟ نعم. أنقل لك شكاوى 4000 موظف اتصلوا بينا. ذول الموظفين من عام 2017 لحد الآن تم إنهاء خدماتهم بدافع أنه المالية لحد الآن ما مجاوبة أو ما حاسبتهم على الياك. ألو أنا أسمعك أستاذ رائد. عليكم السلام. أكو دلي شباب حياك الله. استاذ رائد وياي؟ استاذ رائد اتصلوا لي على استاذ رائد وخلينا نشوف هاي القضايا. وايضا احنا محتاجين الاخ يعني يحيى رسول مرة ثانية وكان انا يعني ابعثوا له رسالة انه الامر مستعجل وسلموا لي عليه قال لي من عندك دقيقتين بخصوص هذا الموضوع. وشوفوا لنا الاخ رائد اتصالات عندكم شباب. اي فاعود الى نقطه البدايه التي تحدثت بها مع مشاهدينا الكرام قضيه الالتزام بالحظر الوقائي. احنا كما يقول الاطباء هنالك مرحلتين لهذا الفيروس. مرحله الحضانه الاولى الاستاذ رائد جاهز؟ الأستاذ رائد السلام عليكم أستاذ رائد. عليكم السلام أهلا وسهلا أستاذ نجم حياك الله. الله يحفظك أستاذ رائد. أنا وردتني شكاوى من موظفين في دار الصحة صلاح الدين. هؤلاء يقول عددنا 4000 موظف أنه ذولا تم تعيينهم عام 2017 الآن أنهيت خدماتهم وأصحاب عوائل والظروف ويقولون العلة بوزارة المالية. وين مشكلة الموظفين أستاذ رائد؟ عزيزي استاذ نجماني اشكرك واشكر مشاهديك وانه انطيتني المجال حتى اتكلم بهذا الخصوص على برنامجك.
تفضل. اولا المشكله مال 4000 موظف، المشكله مال 4000 موظف استاذ نجيم. انا يعني جيت على دائره الصحه في شهر الواحد، يعني صار لي شهرين بدايه هذا السنه، وجدت التالي: الاداره دائره معينه 4000 موظف. تعرف انت بدايه السنه هي الموازنه 1 على 12، واحد على 12 انه تسلم الدائره 40% من الموازنه التشغيليه. اي ف يعني من خاطبنا وزاره الماليه هذول الموظفين ما لهم رواتب اساسا. من سالنا ليش ما لهم رواتب اساسا؟ قالوا لنا انه هذول تعيينهم مو رسمي وما فيهم ما مستحصل الموافقات ولا مصادقه وزاره الماليه على درجاتهم الوظيفيه او على ملاك دائره الصحه صلاح الدين لهذه السنوات السابقه. لا شو من كان يقبضهم رواتب؟ شكلت الراتب اللي كان يشكلوا لهم اللي كانوا يصرفوا لهم اياه، طبعا هي دائره الصحه كانت تصرف لهم من الميزانيه التشغيليه اللي هي راح تنعكس اساسا على الخدمات في المؤسسات الصحيه، تنعكس الميزانيه التشغيليه اللي المفروض انا اجيب بها ادويه ومستلزمات طبيه، اجيب بها وقود، اسوي بها صيانه، اشوف يعني النقوصات اكملها، كانت تصرف كميزانيه كرواتب لهؤلاء الموظفين. طبعا الـ 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 يعني الـ الخلل الاول والاكبر هو في دائره صحه صلاح الدين وفي اداره صحه صلاح الدين، لان نفس الخلل كان في الموصل وفي الانبار. من تحولت الصلاحيات الى المحافظين، المحافظين عينوا وتقدم لهم طلبات يحولون على دوائر الصحه، مديري عامي دوائر الصحه بالموصل والانبار وقفوا هذا يعني التعيينات وخاطبوا وزاره الماليه. من خاطبوا وزاره الماليه قالوا لهم توحد بقوائم الى ان يصادق عليها عندما تصادق الموازنه الاتحاديه، وما انصرفت لهم رواتب، بالتالي يعني ما تصادقت اسمائهم الى قبل سنه تقريبا او 8 شهور. دائره الصحه صلاح الدين العمليه تختلف، من اجت هذه الاسماء وقوائم راسا انصرف لهم راتب وهو مخالف للشروط وانصرفت من الميزانيه التشغيليه بصراحه. زين هذا المواطن يعني انت ما جاي تتحدث بالموازنه التشغيليه عن 10 او 100 او 200 او 300، تتحدث عن 4000 موظف. الان 4000 موظف تم الاستغناء عنهم، زين ذولا من يتحمل مسؤوليتهم؟ هذا الخلل ما تم استاذ نجم عزيزي، ما تم الاستغناء عنهم، فقط وقفت رواتبهم لان ما انصفت من الماليه. احنا شكلنا لجان، اخذنا تقرير من الرقابه الماليه يخدمهم انه حصلنا لهم تخصيص مالي بعد مصادقه مجلس الوزراء، ودفعنا لهم استقطاعات تقاعديه، بالتالي هم صاروا فرض ان هم موظفين. قانون العراقي ما يسمح لاي مسؤول بالدوله العراقيه، يعني محتمل ينصرف رواتبهم هالايام. نعم يعني يمكن تنصرف رواتبهم، تعاد رواتبهم. يعني احنا مشينا خطوات كبيره وصلنا مراحل متقدمه، يعني لو ما الوضع اللي كورونا واحنا وشلت الدوله احنا ماشيين ومصادقين عليهم وماشي رواتبهم. اي والله الله يبشرك بالخير. هسه اقول لك والعباس صار يومين ما نايم بس من اطلاب صلاح الدين. والعباس محرجين من عندهم، وكلهم قرايبنا واهلنا وناسنا وولد مناطقنا وولد ديارنا وكلهم عراقيين وكلهم شاعرين احنا يعني. ايه هسه احنا الان نبشرهم على لسانك، نقول لهم يابا اخوان اموركم ماشيه والجماعه ترى موافقين، القضيه قضيه وقت ويجنكم. القضيه قضيه وقت. نعم ايه انا هسه ارد اسولف هذا الموضوع، وانه ندعمنا من قبل ممثلين المحافظه، الوزراء اغلبهم يدعمون، الامانه العامه لمجلس الوزراء. يا الله يا الله كنت بصراحه متعاطف ويا موضوع. يا الله ان شاء الله ان شاء الله خير. سولف لي على كورونا يومكم، شنو طلابتكم؟ هسه اليوم الخبر يقول ما بي يا صلاح الدين. احنا كورونا الحمد لله محافظه خاليه، محافظتنا خاليه من اي اصابه بكورونا. قبل 3 ايام حصلت عندنا المفروض كانت بوزيتيف، اي انه المصابه يعني كانت مصابه بفيروس كورونا، من شفنا وضعيتها وشيكناها احنا كسكن لجنه طبيه، اخذنا لها مسحه ثانيه وبعثناها لمختبر الصحه المركزي بنفس اليوم قبل لا تاخذ علاج، وطلعت هذه النتيجه سالبه انه ما بها، وعلى مدى يومين الفاتن ناخذ لها مسحات لمده 3 مرات وكلها طلعت سالبه والحمد لله.
وطلعت المريضة ما فيها شيء، وإحنا محافظة الحمد لله خالية من أي إصابة بوباء كورونا. أقول لي الآن وضع المستشفيات في محافظة صلاح الدين، استعداداتكم، أجهزة التنفس الصناعي، مستوى الأدوية. حقيقة إحنا استعداداتنا على الإمكانيات الموجودة. أي. بصراحة الدعم قليل، لكن عندنا إحنا كوادر بطلة، كوادرنا لا تشتغل شغل يعني هي تعتبر ناظر النفس، هي الخط يعني خط الصد الأول بهذا العدل. والله أنا قلتها بداية البرنامج. منتشرين بالسيطرات. بداخل المحافظة، بداخل الأقضية والنواحي، داخل المستشفيات أيضا منتشرين. صراحة الإمكانيات مو هيك الإمكانيات يعني اللي هي مستوى حجم أنه هذا الكارثة الكونية أو الوباء الكوني اللي حل على حل حل حالة. عندنا أجهزة التنفس الصناعي 20 جهاز، تخصص البارحة جهاز مع فحص كورونا وباكر يتم تنصيبه مختبر الصحة العامة، ويعني نسأل الله إن شاء الله أن يعبرنا هذا الأزمة ويقينا إن شاء الله. زين أنتوا الآن الموازنة ما مقررة، المصروف واحد على 12، شلون دتلحقون شلون دتديرون وضعكم الصحي؟ مو قلت لك أستاذ نجم، قلت لك الإمكانيات ضعيفة جدا. البارحة يوم أمس أنا اقترحت اقتراح على وزير الصحة وعلى المدراء العامين وعلى خلية الأزمة البرلمانية، وقدمت بكتاب رسمي قلت لهم أنه كيماديا، شركة كيماديا مدى توفر أكثر من 10% 10 إلى 15% من احتياج المؤسسات، وهذا على مدى سنين. أنا بال 2009 مدير عام صحة، ورجعت هسه أنا مدير عام صحة، فهي على مدى سنين كيماديا هي ما توفر 10 إلى 15% من الاحتياج السنوي المؤسسات الصحية. كيماديا موازنتها انفجارية، أنا قدمت مقترح البارحة قلت لهم احنا نمر بأزمة، ونمر العراق كله والعالم كله دا يمر بأزمة، فأنا اقترح عليكم انه 50% من هذا الموازنة، بما انه كيماديا ما تنفذ 10 الى 15% من احتياج المؤسسات الصحية، 50% من الموازنة المخصصة لكيماديا توزع على دوائر الصحة ببغداد والمحافظات، حتى احنا نتحمل المسؤولية، لان احنا بوجه المدفع واحنا اللي نحدد ان نعرف مؤسسات الصحية ايش تحتاج ونعمل انه يوافقون. تكلمت مع الوزير وانطاني وعد انه راح يوافق على هذا الموضوع، لكن اكو معارضين كثيرين، وتعرف انت يعني الوضع السياسي، وتعرف تدخل بها امور كثيره. اي مو حصه الولد، حصه الولد تتاثر خويا استاذ رائع، تعرف بها استاذ نجم. والله يا بتعرفون المكشف والمغطى، بس انا قملت بيضة اسولف مثل ما هي، ما اعرف بها هذا السوالف. واسع اي ذبها برقبه خالك. الله يحفظك. الأستاذ رائد الجبوري مدير عام صحة صلاح الدين، شكرا جزيلا لك أستاذ رائد. شكرا لك أستاذ نجم. والشباب والموظفين صلاح الدين يابا إن شاء الله قولوا يا الله انحلت ونفرح إحنا يعني لما العراقيين يأخذون وإن كانت هذه حقوقهم، ولكن يحصل الخطأ ويحصل الإرباك هنا وهناك. نعم مطيمش من بغداد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شلون الصحة؟ يبارك بيك استاذ نجم. اكو فد خبر نشر هسه بالايام هاي انه الدولة راح تطبع عملة. اي هذا الخبر راح يزعزع الاقتصاد، واحنا بمصيبة. هذا باكر راح اناقشه اني باكر، يعني رح. المفروض هذا الخبر، هذا المفروض الإجراء لو يصير سكتاوي. اي لو ماكو شيء بس خويا، هذا راح يضعضع الاقتصاد واحنا نصير ماكو سكتة باكر ان شاء الله راح يكونون وياي. ايه. على اعتقد راح يكون وياي مستشار رئيس وزراء. ايه. باكر وراح نسولف بني. ايه. وباكر تسمعهم كلن نسولف. ايه. باكر. ايوه زين. اي والله باكر تسمع. تسلمني. اشكرك. هو فعلا المشاهدين الكرام يعني اليوم انا يعني ردنا نناقش هذا الموضوع، لكن لاسباب فنيه الان يعني حضر التجوال والاخوه الضيوف ما قدروا يوصلون وما قدرنا نامن سكايبي، فقلنا هاي الساعتين ناخذ اتصالاتكم ونناقش هاي القضايا. شباب شوفوا لي السيد العميد ما حصلتوه. اتصالات من بغداد الأخ سرمد، أهلا وسهلا. ألو تفضل سرمد. ألو أهلا وسهلا.
سالم تسمع. تسمعني؟ اي نعم. الان انتقل الى سعاده السفير العراقي في عمان السيد حيدر العذاري. السلام عليكم سعاده السفير. عليكم السلام ورحمه الله. شو الاخبار؟ زين ان شاء الله. الحمد لله بخير. هلا بيك. الله يبارك فيك. انا اود ان اسالك بدايه عن وضعيه العراقيين المصابين في عمان. سمعنا اليوم انه هنالك اصابتين جديده، وش قد وصل عدد الاصابات هنا؟ اي نعم، صار عدد الاصابات 12 اصابه طبعا. احنا متابعين حالتهم صوره شخصيه، انا شخصيا مع الملحق الصحي اللي اليوم كان موجود بالمستشفى والتقى بمدير المستشفى والمختصين المسؤولين عن الحالات. الحمد لله الحالات بصحه جيده. الان وضع العراقيين يعني الان عدوا هاي المرحله في مرحلة الخطر؟ لا لا، الحمد لله الصحة جيدة، مرحلتهم مو خطر. أنا متواصل مع بعض من عندهم مباشرة، الحمد لله معنوياتهم عالية ودنتابعهم يوميا بشكل يومي، والحمد لله الأمور تطمن تبشر بخير. أيضا أنقل لك تساؤل قبل قليل هو اللي دعاني أتصل بسعادتك، أنه من بغداد خابرني رجل عنده بنته تدرس صيدلة هنا في بغداد وأصيبت بكورونا وناقليها إلى مستشفى عمان الأهلي، ويقول مدى أقدر ألحق التكاليف مالت العلاج عالية جدا، كل اللي عندنا انطيناه وما نقدر نسدد الباقي. والله خلي تواصل ويانا يعني مع الملحق الصحي، ونحاول نتواصل مع المستشفى. يعني تجينا كثير كثير حالات إنسانية مثل هذه الحالة. أي. ونتواصل مع المستشفيات، ويعني بعض المستشفيات يجاوبوا ويانا يسوون لنا خصم. ها. فإن شاء الله نتواصل مع المستشفى ون. نقولها حالة المريضة. أنا أطلب من الشباب المخرج الأخ همام يعني تخلوا لي رقم هذا الشخص، والآن هو استمع إلى سعادة السفير العراقي في عمان ماذا قال. ابعث لي رسالة بتليفون بنتك بعمان حتى ابعثها لسعادة السفير ويشوفون شلون يدبرون الأمور. سعادة السفير، قضية العراقيين اللي الآن موجودين هنا، تدري أكو قسم إجوا للعلاج وقسم إجوا للسياحة، ذولا اللي خلص فلوسه واللي ما عنده والآن الطيران انسد، شلون وضعهم ذولا الآن؟ والله احنا بصراحة سامجد نشتغل على مدار الساعة، يعني أنا والشباب بالسفارة يعني متواصلين مع عدد كبير من أبناء الجالية العراقية. أنا شخصيا متواصل وياهم بشكل مباشر يعني من خلال مواقع مالتي التواصل الاجتماعي اللي أنا شخصيا أديرها. نعم. تجيني رسائل ومناشدات اللي أنا شخصيا أيضا أجاوب عليها ومتواصل وياهم. الحمد لله قدرنا نأمن الأعداد كبيرة من العوائل العراقية المساعدات الغذائية اللي ساعدتهم على يعني صعوبة حظر التجوال والتنقل. نعم. ومتواصلين ايضا مع الاخوان في بغداد مع خليه الازمه ووزاره الخارجيه بموضوع الطيران ان شاء الله. انه في كثير من العراقيين اللي وصلوا لعمان لغرض العلاج او الزياره وتقطعت بهم السبل. هو انا بدي سؤال مو هذا اللي انا كنت اريد اسالك سعاده السفير. الان اكو فعلا عراقيين يردون يرجعون، اكو طائرات مؤمنه، هل اكو اوقات في رحلات محدده حتى المواطنين يعرفون؟ والله حاليا بدنا نشتغل على الموضوع هذا، انا تعرف يحتاج موافقات خليه الازمه العراقيه والاردنيه وبس. أيوة. القرار اكيد لازم يعني دولة اهلنا وناسنا ولازم من عينهم وبدنا نتعاون وياهم، واكيد راح تجي طيارات بس بدنا نشتغل ويا مكتب الخطوط العراقيه. احنا شغلنا كسفاره ووزاره الخارجيه هو نعم. شغل تنسيقي، بدنا ننسق مع الاخوان بمكتب خطوط الجو العراقيه ووزاره الخارجيه الاردنيه وخليه الازمه لاستحصال جميع الموافقات الأصولية. نعم. حتى نقدر نأمن العدد الكافي من الطيارات، يعني هذا تعتمد على وزارة النقل. نجهزنا مكتب الخطوط بالعوائل أو الأشخاص الراغبين بالرجعة اللي اتصلوا بينا. نعم. ومكتب الخطوط في تنسيق مباشر مع وزارة النقل العراقية لتحديد عدد الطيارات، إذا طيارة أو طيارتين يبعثون، وإن شاء الله احنا كسفارة متواصلين وياهم على مدار الساعة في سبيل يعني نسهل كثير من الأمور لأبناء الجالية. نتمنى لكم التوفيق ويا رب السلامة والأمان لكم ولكل شعبنا العراقي. السيد حيدر العبداري السفير العراقي في عمان، شكرا سعادة السفير. شكرا. وإلى الأخ اللي حكي وياي بخصوص قضية بنته، حاول أنه تبعث لي رسالة على تليفوني على نفس الرقم وتبعث لي تليفون بنتك حتى أبعثها إلى الساعة سعادة السفير وشوف ايش نقدر نعاونكم منها.
يعني أنا سعيد لما الآن العراقيين من سفير إلى مدير صحة إلى وزير إلى سفير إلى غيره، الآن إحنا في ظرف استثنائي نتمنى أن نتعاون في مهمة إنسانية كبيرة. أروح وأرد على السيد أحمد السعدي أبو التقاعد، جاوبني الله يستر عليك. شوفوا لنا قضية المتقاعدين، والسيد الياسري معالي وزير الداخلية أيضا شوفوا لنا قضية السجناء. احنا دا نتحدث امام شعب، واحنا ملزمين ان نوفر اجابات الى الناس. تتكرمون علينا بالتليفون بحجايتين ثلاثة بقراراتكم التي تتخذونها، لانه نريد هذا الامر يجب ان يكون. كذلك حلونا قضية الجنود اللي مدى يقدرون الان يلتحقون بوحداتهم. يا شباب شوفونا الناطق الرسمي، شدك انا راح اخذ سيف من بغداد وشوفوا لي الدفاع. اهلا اهلا سيف، حيا الله سيف. شلونك اخي العزيز؟ الله محييك. الله يحييك ويحيي الكادر الرائع مالك بهذا التعب. يبارك بيك اخوي العزيز، تفضل. دكتورنا العزيز، انا اطلب من عندك مو اشياء بسيطه، لان انت بدايه البرنامج قلت مريد نحكي بالسياسه. اي لكن المصيبه ترى كلها متعلقه بالمنظومة السياسية. قول وراح نتجاوزها. قول عيد. أوكي دكتور. قول أسمعك. نعم دكتور حبيبي. أسمعك أسمعك. وياي. وياك. ألو. أسمعك أخ سيف. نعم واضح، أنا دا أسمعك واضح. دكتور نجم، أكو قضية جدا مهمة بهاي الظروف الصعبة، اللي هي قضية التجمعات اللي موجودة بداخل العراق واللي تعني السجون. زين نعم. هاي السجون بيها آلاف، احنا ما دنا نحكي على الإرهابيين ولا دنا نحكي على الناس اللي انتهكوا حقوق الناس. اكو ناس مظلومين واكو ناس مدتهم خلصت، يعني الحكم مالهم خلص، واحنا هواي ناس من الشعب العراقي يتصلون بينا باعتبارنا ناس موجودين بساحات التظاهر وناشطين مدنيين وسياسيين، فنريد نوصل هاي الرسالة إليك من فضلك ان تتابعها بشكل كامل. صار ثلاثة ايام انا اسولف بهاي السالفة وبهاي الحلقة، يمكن انا عايتها خمس مرات، وايضا من خلالك يا ممنون يا اخوي العزيز. نقول المخالصة مدة مالته طلعوا، واللي مخلص نص المدة شوفوا له قانون، واللي مكمل ثلاثة ارباع نعم. شوفوا له قانون، والواصل فوق الخمسة وستين نعم. شوفوا له قانون. هذا انا يوميا اسولفن نعم. صرت مثل الملاية. حتى لو نمنحهم إجازة دكتور نجم بضمانات، اليوم اليوم 30 مدري 40 واحد من سجون بالموصل طلعوا بنفس الترتيب، طلعوا بنفس نعم. الترتيب. أنا أشكرك يا أخ سيف. عندنا اتصال من شباب زين. هذا احنا من نقول بي احنا ما نريد نأثر على القانون وعلى القضاء، بس نقول هذه إجراءات الآن يجب أن تتم. كذلك الآن خلال هاي الأربعة عشر يوم شبابنا وليداتنا الصغار الحلوين الآن اهتموا بمناطقكم بالتعقيم. أنا شاهدت خلال المراحل الأولى من هذا الوباء كانت أكو هنالك همة إلى شبابنا وإلى وليداتنا وإلى أحبتنا تنظيف والتعقيم، بس هذا لا يعني الكل يخرجون لا. يمكن اجانا السيد العميد استاذ يحيى. الله بالخير. الله بالخير استاذ نجم. اخوي العزيز ترى انا والله مشتاق لك، صار هواي ما بنشوفين والله، يعني اكثر. انت انسان حقيقه يعني ما اقدر اوصفك بكلمه، لكن انسان عراقي وطني حقيقه، انسان محترم بكل. ربي يسلمك ربي يسلمك. سياده العميد انا عندي شكوى. الآن عدد من الجنود في الوحدات في منطقة محافظة الموصل ذولا أخذوا إجازات ورادوا يلتحقون وحدات جهاز مكافحة الإرهاب من الجيش، فمنعوهم من الدخول لأنه قيادة العمليات والأجهزة الأمنية عدت تعليمات بعدم الدخول والخروج. فيقول لك يابا إحنا إذا ما التحقنا راح نتغيب وراح ننفصل بوحداتنا، شنو الحل؟ لا أستاذ نجم خلي يكون واضح، طبعاً صدرت رسالة حركات يعني بأمر السيد رئيس أركان الجيش، كان الالتحاق يجب أن يكون يوم واحد
يوم يا يوم سيادة العميد. الله بخير أستاذ نجم. عيني سيادة العميد وياك. والله يعني أكثر أنت إنسان حقيقة. شباب يعني أكو عودة يا شباب. رجعونا أستاذ يحيى سيادة العميد سماني. خلي لما يجهز خصوص هذه القضية أنه أنا أرجع إلى قضية الآن الاهتمام بالنظافة. الأب والأم يجب أن يقومون بدور كبير في التوعية وبالذات للناس الصغار. والآن أكو فد حالة أكو عامل نفسي، ترى نسبة الوفيات بهذا المرض هي أقل من كل الوباءات التي مرت بالعالم، الآن 1%. وبالعراق الآن الإصابات يعني تجاوزت 500، بينما نشوف في أوروبا 192,000 و70,000 و60,000. شوف الآن الصين تجاوزت مرحلة الخطر الحقيقي، وأنا مؤمن أنه هنالك عملية إجراءات حكومية قوية صارمة. هذا بلد يعني تحكم ناس يعني الله نافخ بصورتها وتمتلك إدارات وتمتلك إيرادات وتمتلك أموال، لكن احنا نمتلك أيضا حبنا إلى الحياة وحبنا إلى التحدي ومقدرتنا على التعايش، أنه نتجاوز هذه الأزمة، لا نختنق أكثر، خلونا متفائلين. ترى 3/4 المرض يجي من الإحساس. ها سخنت، شو عيني ترمش، شو رجلي حارة، هذا تجاوزوه. ومو كل ما أحد بقع بكورونا مات، شو القضية؟ احنا ما شايفين الإنفلونزا قبل؟ شايفينه، وهم الإنفلونزا من قد ما مرضة تعلمنا عليه، مرة نمر لب الصيدلية ومرة نمر للضابط. سيادة العميد آسف انقطع الخط. لا طبيعي جدا. أي العفو، أبدأ بالإجابة على هذا السؤال لأن أنا جت اتصالات كثيرة سيادة العميد. والله نعم، كان من المقرر أنه التحاق المراتب المجازين يوم 31/3، لكن بعد التوجيهات اللي صدرت من خلية الأزمة المشكلة بالأمر الديواني 55 واللي برقب عن التنديد الحظر إلى يوم 11، أيضا صدرت برقية حركات ورسائل حركات ورئاسة أركان الجيش وتم تعميمها على كافة القيادات، قيادات العمليات والفرق والتشكيلات، أن التحاق المراتب يكون المجازين يعني ضمن يعني يكون مجازين في يعني مناطقهم وبيوتهم ويلتحقون يوم 11/4 ان شاء الله. واكو تعليمات بخصوص هذا الموضوع. يعني هسه اللي ميئر وحتى ما تغيبه يبقى اليوم 11 الوحده مالته ما تغيبه. لا طبيعي جدا استاذ نجم. زين انتم الان عمليه نزول المراتب من الوحدات العسكريه يعني ببغداد اجت استحقاق اريد اروح للناصريه. كان المقرر انه التحاق المراتب المجازين يوم 31/3، لكن بعد التوجيهات اللي صدرت من خليه الازمه المشكله بالامر الديواني 55 واللي برقب عن تمديد الحظر الى يوم 11، ايضا صدرت برقيه حركات ورسائل حركات ورئاسه اركان الجيش وتم تعميمها على كافه القيادات. سؤالي واضح عندي هذا استاذ سياده العميد، ان التحاق المراتب يكون المجازين يعني ضمن يعني يكون مجازين في يعني مناطقهم وبيوتهم ويلتحقون يوم 11/4 ان شاء الله. واكو تعليمات بخصوص هذا الموضوع. سياده العميد سؤالي الان، الجنود الان استحقوا اجايز، شلون ينزلون الى محافظاتهم وشلون يلتحقون؟ ابو بغداد يروح الموصل، ابو بغداد يروح لا طبيعي جدا استاذ عادي. الو الو نعم. كان من المقرر انه التحاق المراتب شباب الدين عاد اكثر من مره بسبب ضغط تليفونات، عندكم اتصالات. سياده العميد شكرا جزيلا مره اخرى، والصوره واضحه، حتى هذا واحد من الناس ظل يحكي عليه. ها طلعت انا مو كذاب، يقول لي انت كذاب ما راح تسوي لنا هسه، هم مقبوله منك، انتوا تستاهلون جيشنا البطل وهذا، حتى لو تحكون علينا انا اكيف بهذا. شكرا للسيد المتحدث باسم وزاره الدفاع الاخ العزيز العميد يحيى رسول. ما اعرف شباب ايش عندكم
اهلا وسهلا ابو عبد الله من بغداد. مية هلا. اهلا استاذ نجم. حيا الله. حيا الله ابو عبد الله. شلون الصحه الاحوال؟ ان شاء الله زين. يبارك بيك. ولو انت مشغول بالاتصالات كثيره ما نريد ناخذ من وقتك. لا امرني. استاذ نجم بدون زحمه، احنا بنمر بظروف تعرفها ظروف مو اعتيادي. تمام. نعم. هاي اولا. ثاني شيء الحل الرئيسي احنا لازم نوجد حل هسه لامور الكورونا اللي تمر بالبلد، اولا حكومه. الحل الحكومي انت حضرتك شفت من رئيس الجمهوريه كلف السيد الزرفي. أيه. شفت شلون انتفضوا الكتل والاحزاب وشلون قام يجتمعون، هل هذا يفيدنا ام ما يفيدنا؟ زين هسه وين اجتماعاتهم اللي هي المفروض تكون؟ صح بهيك ازمه يعني هم القاده الاحزاب هسه وينهم؟ وينهم ما اعرف شو مدى يجتمعون يعني ما اعرف غير كورونا تبوتهم. اول شيء خلي يجتمعون يا اخي. أيه. شو الحل اللي ممكن يفيد الكورونا هسه؟ شنو الحال مادي بالدرجه الاولى؟ أي. صراحه مو اي يعني خلي نشوفوا والله امكانياتهم الماديه ما شاء الله تعرفها انت، فبدل ما شادتهم الحميه للزرفي وشون يريد يخلوه لو ما يخلوه يا اخي اجتمعوا للكورونا هسه، خلينا نشوف وين بيت الحكيم او غيره او اي رئيس حزب. أي. مثل ما اجتمعوا يخلونا حل هاي الناس القاعده يا اخي، شلون الحل مالها يعني برايك انت؟ وانا قلت اليوم انا ما اريد اسولف يعني سياسه يعني صح والله اذا ما نرحم بعضنا. اي اي اضافه لهذا الوضع مستحيل راح تنحل والله. هاي اي اي من عندكم شباب؟ اهلا اخ حسام صلاح الدين. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. شكرا لك استاذ نجم وقناتك الموقرة على تسليط الضوء على موضوع 4000 موظف المحجوبة رواتبهم. اي انا انفر حالي وياكم. اريد نبين طبعا موضوع احنا صار لنا 3 سنوات بالخدمة بهاي الدائرة. اي وتعيننا باجراءات صحيحة باوامر قدرة من السيد محافظ صلاح الدين السابق استنادا لصلاحيات الوزير المحولة للمحافظين. حسام حسام بس نعم. الشغله ما إن ما انت شايف دوله إن انت شايف دوله. نعم. المحافظ ما يعرف صلاحياته والوزير ما يعرف صلاحياته والغفير ما يعرف صلاحياته، صايره هربجي كل من يشتغل بكيفه. هو الان لو اكو قانون و4000 موظف والماليه قالت هذا خارج السياقات تجيب اللي عينهم خارج السياقات تذبه بالسجن. تجيب تذبه بالسجن. اوضح لك الموضوع. اي ما ان تعيننا احنا 3 سنوات بالخدمه كانت تصرف لنا الرواتب كلها مطلع عليها، انا وصلت بال 700 رساله منكم. نعم. انا كلها مطلع عليها وكلها اعرفها. انا ما ناقش. نعم. القضيه مثل ما تناقشها. انا اناقش. ايه. اقول اللي عين ومو من صلاحيته وبعدين خلى الناس هسه بهذا الموقف المفروض بموجب القانون يحاسب، لان هاي القضيه تهتز الثقة ما بين الدولة وما بين المواطن. المواطن شلون يحترم الدولة؟ زين المحافظ شلون قرر؟ زين منو خول الصلاحيات؟ وزير الصحة؟ يجيبون وزير السابق ويجيبون المحافظ الحالي ويحطونهم. ياهو اللي مخالف التعليمات يخلون بيه كورونا. تمام لو لا يا حسام؟ نعم نعم. اي هسا احنا بعد ما ندعي على واحد بس بكورونا. زين هسا نعم ان شاء الله. نعم. مبروك شغلتكم انحلت. وبشرنا وباقي بقضية أيام إن شاء الله. إيش عندكم بعد شباب من اتصالات؟ ما عندك. نشكرك 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 سلمنا 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 حسام سلمنا. أهلا أهلا سلام. وأيضا إلى الأخوة هاي القضية مالت هذا أنا أنتظر من الأخوة بالتقاعد العامة وبوزارة الداخلية وبهذه القضايا اللي طرحناها أتمنى باكر إنه نجد من عندهم حلول. وشبابنا في بغداد علاء وفي عمان غدير تحصلونا من وزارة الداخلية على قضية السجون وتشوفون لي أحمد السعدي حتى نستطيع أن نتواصل معهن. ولذلك حتى تعبت والله ساعتين السوالف حتى الملاية هموت خليتها اليوم الساعتين أتواصل وياكم. وأنا استحدثت هذا البرنامج خلال هاي الفترة لأنه أريد أتواصل وياكم وأستمع لهمومكم ونستمع لمشاكل كورونا وإن شاء الله يا ربي بحق كل من إلى جاهد الله سبحانه وتعالى يستركم
ويحفظكم ويحفظ شعبنا. وقضنا 3 أيام من 14 خواتي أمهاتنا آبائنا ولياداتنا، هلا هلا بالمروة، هلا هلا بالالتزام، معاونة الكوادر الصحية، معاونة القوات الأمنية، 11 يوم بسجن 5 نجوم، لأن احنا نحتاج نلتم باكر، ترى نحتاج أهلنا، نحتاج ولياداتنا، ونحتاج خواتنا، ونحتاج أمهاتنا، ونحتاج جوارينا. رجاء الطيش لا الطيش، ما تاخذها بحال صدر، هاي ما بيها حال صدر. خلصت الساعتين، باكر هم نسولف لنا سالفة عراقية وياكم، ويا رب السلامة. تقبلوا تحياتي.